مساء الخير، مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء الجمال عليكم في بيت الجمال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بيت الجمال. وفي بداية حلقتي وقبل ما أدخل في موضوع الحلقة المهم والشيق جدا اللي عارفة أن كلكم منتظرينه، ولما سألت حابين نتكلم في إيه لقيت ناس كتيرة جدا وبنات كتيرة جدا سألوا في الموضوع ده، فجبنا لكم أهل الخبرة النهاردة. بس أنا يعني عايزة أبتدي الحلقة بشكر لكل الناس اللي دعمتني، كل الناس اللي قالت لي كلام حلو وتعليقات حلوة على الحلقات اللي فاتت، كل الناس اللي قالت رأيها في أي حاجة في الحلقة، سواء في الروتين الحلقة نفسه أو في الستايل بتاعي، وكل حاجة يعني كل رأي بأمانة فادني كتير جدا، سواء كان رأي إيجابي أو رأي فيه نقد. فبشكركم كلكم جدا، كل صحابي وكل الفانز وكل حد قال لي كلمة كويسة، بجد متشكرة جدا جدا لكم. وطبعا بشكر أولادي عشان هم أكتر حد بيدعمني وبيبقوا دايما ورايا وبيقولوا لي يا ماما احنا فرحانين بيكي في كل خطوه بتعمليها، فبشكرهم هم كمان عشان هم مؤكدين عليا ان انا لازم اقول النهارده، فما كانش ينفع اعدي الحلقه من غير ما اشكرهم، الاستاذ صلاح والانسه شهد والاستاذ آسر، بحبكم جدا. وزوجي طبعا والانسه اميره الاعداد بتاعتي الجميله اللي طبعا دايما في ظهري ودايما بتقدم لي مواضيع حلوه، وكل فكره بقولها لها بتكون معايا فيها قلبا وقالبا. مش هطول عليكم عشان ضيفتي النهارده حد مهم جدا، حد متميز جدا في مجاله، حد انا نفسي فرحانه جدا اصلا ان هي معايا، لان انا اوريدي من الفانز بتوعها الجميله، خبيره التجميل ومصممه الطرح الفيل ديزاينر الجميله جدا، منى الجمل. منى ميرسي على الكلام الحلو الجميل اللي انت قلتيه. نورتيني حبيبتي. ربنا يخليكي. مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده، وطبعا بما ان الوقت بتاعنا عشان مش كبير فانا عايزه استفاد منك باقصى درجه ينفع نستفاد بيها ان شاء الله. فموضوع حلقتنا النهارده زي ما احنا متفقين ان هو هيكون عن لفات الطرح بتاعه 2021. تمام. طيب بس طبعا الموضوع مش هيبقى كده مجرد ايه الجديد وخلاص، احنا عايزين نعرف يعني القصه من البدايه، ان ازاي وانا بنزل اشتري انا ازاي اختار الحاجه المناسبه ليا، ازاي يعني اقرر ان انا لفه الحجاب دي هتكون مناسبه على وشي، سواء ان انا هلف الحجاب اللي هو التركي والسوري او هل هخليه سبانيش او تربو، ازاي انا يعني ايه الحاجات اللي انا لما يعني مقاييس وشي ازاي من خلالها اقول انا ده هيليق عليا. في البدايه كده احنا عندنا شويه تولز او ادوات لازم تكون موجوده عند اي بنت محجبه. تمام. البندانات المختلفه، كذا نوع من انواع الاشاربات، كل الحاجات دي هنوريها لهم دلوقتي. تمام. بس انا دايما بنصح البنات بحاجه، هاتي طرحه وهاتي بندانه واقفي قدام المرايه واعملي 10 لفات حجاب لحد ما تلاقي ان شكل وشك انت كده مرتاحه وحاسه ان انت شكلك كده حلو. تمام. من الحاجات المهمه جدا ان انا اعرف تقسيمه وشي ايه. تقسيمه وشي دي بتساعدني ان انا اختار لفه الحجاب اللي مثلا ما تبينش الديفول اللي عندي. بالزبط. يعني في ناس وشها طويل بزياده، في ناس وشها يعني مليان، في ناس عندها لغد، في ناس ملامحها حاده شويه، فكل واحده لازم تعمل الحاجه اللي تخليها شكلها احلى، لان الحجاب فعلا فعلا بيخلي الواحده يعني شكلها يتغير 360 درجه. بالظبط. وتظبط اي مشكله عندها وتطلع بشكل احلى كتير من ان هي مثلا لو كانت بشعرها او يعني في تريكات صغيره جدا هتفرق جدا في الشكل بتاعها، يخليها متالقه ويخليها زي القمر وتداري اي ديفو عندها هي مضايقها في الخروج. طيب تمام. طب انا بالنسبه للخامات يعني انا كده اتكلمت على، طيب قبل ما نروح للخامات خلينا نتكلم، طيب انا وشي مدور، انا وشي كبير، وشي صغير، ازاي بقى ايه اللفه المناسبه مثلا للوش المدور او الكبير شويه؟ طيب هو احنا مبدئيا لو حد وشه مليان شويه فاحنا بنعتمد اكتر ان احنا نخبي اكبر قدر ممكن من الخدود، يعني كل ما اخدت كده بزياده غطيت الوش كل ما بينت الوش ارفع. تمام. طبعا لو انا عندي المنطقه دي زياده شويه كل ما طلعت الطرحه قدام شويه كل ما خلت الدنيا ظبطت، بس لو انا وشي مدور قوي ومثلا دقني صغيره وطلعت الطرحه لهنا قوي هتبطط وشي بزياده، فانا لازم اكون فاهمه مقاييس وشي كويس، عشان كده بقول لازم كل واحده يعني تجرب اكتر من حاجه على وشها في المرايه لحد ما تستقر، ومفيش مشكله ان كل لفه طرحه تعملها تصور نفسها وتقعد تقلب بعد كده في السوا تقول لا كنت محتاجه اجيب دي كده شويه كده شويه. في حاجه كمان حلو جدا الفكره دي على فكره، لان مش اي حد فعلا ممكن يفكر ان هو يعمل كده. ايوه عشان تقعد، لان هي هتنسى. بالزبط. انا كان شكلي هنا احلى لا هنا احلى. بالظبط. في بنات مجرد انا شفت اللفه دي بنت ثانيه عاملاها عجبتني عليها فخلاص دي كده تمام انا هعملها، ما بتحطش في دماغها هي هتطلع عليها حلوه ولا وحشه، بس مجرد الترند او الموضه كده. الفكره كمان في حاجه ثانيه،
ان دلوقتي هو الاشكال مثلا بتاعت الوشوش بتتقسم ان هو مدور وطويل وبيضاوي، بس احنا لو يعني حرفيا مسكنا وش كل بني ادم هتلاقيه مختلف عن غيره. يعني مثلا في واحده وشها مدور وعينيها واسعه فمخليه الشكل مش وحش ان وشها مدور ومليان. في مثلا واحده مناخيرها صغيره وعينيها مثلا ضيقه شويه، فالاتنين ماشيين مع بعض، فكل واحدة بيكون ليها جمال خاص بيها اللي برضو يخليها تبقى متميزة ان هي تجرب الحاجة على وشها. وفيها خامات كمان بتبقى مريحة وحاجات بسيطة جدا، يعني مثلا البندانة القطن السوري اللي بتتلبس من تحت الإشارة دي من الحاجات اللي مهمة جدا، بتخلي الطرحة على طول شكلها حلو على طول ثابتة معايا. لما ما بقاش مثلا لما بقى نازله من البيت مش واثقه في نفسي وحاسه ان الطرحه ممكن بتتحرك مني او شعري بيطلع من هنا وبيطلع من هنا، بيخلي البنت شويه مش واثقه في نفسها. تمام. لكن لما انا يبقى معايا شويه التولز اللي هنوريها لهم دلوقتي اللي هتظبط الشكل بتاع الطرحه ان جنرال وتخليها حلوه وثابته معاها وقت طويل، هتخليها واثقه في نفسها وحابه الحجاب جدا. طيب تيجي نبتدي نشتغل واحنا بنتكلم عشان خاطر نستفاد من الكلام ويبقى الكلام عملي. تمام. طيب انا عايزه الاول لو احنا حابين نعمل اللفات البسيطه اللي انا ممكن اعملها يومي، ممكن اعملها وانا نازله الجامعه نازله الشغل. طب انا في البدايه خالص اي بنت لازم يكون عندها البندانه اللي ناشفه كده من قدام. تمام. اوكي. السوري دي بيقولوا عليها لا دي السوري. سوري. سوري دي ناشفه صح كده. كويتي. اوكي. جديده المعلومه. وعلى فكره دي اصلا كانت يعني نزلت الاسواق المصريه من زمان جداً. من قبل دي. ايوه بالظبط. بس هي بتظبط جدا الطرحه لو انا عايزه اعملها تركي. تمام. دي اساسي يعني لا خلاف عليها لازم تكون موجوده. تمام. وبتظبط كمان شكل اي واحده قريتها عريضه شويه لما بتستعمل الطرحه دي بتظبط معاها شكل وشها جدا. تمام. جدا. ودي البندانه السوري. تمام. دول اساسي لا غنى عنهم عند اي بنت. طبعا بالوانهم. يعني لازم يكون على الاقل الالوان الاساسيه ثلاث الوان اساسيين يكونوا في دولاب كل بنت، ابيض اوف وايت اسود. طبعا يعني انا عايزه اقول لك الابيض ده بيمشي مع كل اي لون في الدنيا هتلبسيه الابيض هيمشي معاكي. صح. من الحاجات المهمه جدا دي اللي هي الحشو بتاع الشعر او البن. بتعمل كحكه من ورا بتظبط لي الفوليوم بتاع الطرحه وبتخلي شكلها مظبوط جدا. ودي طبعا في منها احجام، يعني لو حد وشه كبير شويه وما عندوش ورا يعني ما فيش ما عندهاش شعر فوليوم في الشعر بس محتاجه تظبط نفسها عشان ما يبقاش دماغها من ورا نازله كده على طول، دي من الحاجات اللي بتظبط جدا لا خلاف عليها. بالظبط. فاحنا في البدايه خالص خالص احنا دلوقتي حاطين البندانه دي بندانه سوري بس هي فيها من ورا شويه كشكشه عشان تغنيني عن الباندي. تمام. اوكي. متوفره طيب البندانه دي لاي بنت ممكن تلاقيها في اي مكان اونلاين وعند يعني 90% من محلات الاشاربات هتلاقيها موجوده عندها. طيب تمام. تمام تمام. تحبي نبتدي بالترندات الجديده السنه دي؟ طيب نبتدي بلفه بسيطه وتكون ترند برضو. أوكي. عشان برضو نبقى يعني اتفقنا. ايه عشان انا نفسي استفاد منك يعني في كل حاجه بس عشان وقت الحلقه ما طيب تمام ما يسرقناش. ماشي. الاشاربات اللي هي لكره شويه وفيها دانتيل من تحت من الحاجات اللي كانت موضه السنه اللي فاتت ومكمله معانا موضه السنه دي. تمام. يعني معظم الطرح اللي فيها كذا ماتيريال موضه جدا جدا السنه دي. هوريكي برضو اكتر من حاجه فيها كذا ماتيريال مع بعض، مثلا اللي هي الليكرا ومعاها زي الجلد. تمام. دي برضو من الحاجات اللي طالعه موضه جدا. فانا هاخد البسيطه جدا دي مع البندانه اللي احنا حاطينها. في ماتيريال ما بتنصحيش بيها اصلا ان انا يعني ابعد عنها؟ الشيفون والستان بنلبسهم في الحالات اللي هي يعني ايه لو انا بقى متمكنه جدا فاقدر البسهم، لكن في العادي بيبقى لبسهم شويه صعب ما بيثبتوش كويس. الا بقى لو انا ثبتت هنا كويس وحطيت كذا دبوس وانا عارفه ان انا بلفهم حلو جدا. تمام. لكن فيما عدا ذلك يعني بيبقوا صعبين. انا ثنيت الاشارب. لو انا عايزه اخليه على الوش على طول اوكي، عايزه اخليه طالع من هنا عشان ابين شويه ان البندانه برده ما فيش مشكله. يعني ما فيش مشكله ان انا ابين من البندانه خالص اوكي. تمام. وطبعا ممكن البسهم الاثنين لون واحد، ممكن اعمل ماتش لونين مع بعض. تمام. انا بفضل دايما ان انا يعني تبقى الرقبه متغطيه، فلفه الطرحه دي ممكن اعملها بالرقبه متغطيه او مش متغطيه يعني، بس انا بفضلها ان انا هقفلها هنا. تمام. برضو هنشيل الدبوس عشان نشوفها. دي من الحاجات الترند جدا. ايوه في منها. كنت هسالك على موضوع الاكسسوري في الطرح لانه طيب الحاجات دي موجوده عند اي حد بيبيع زراير. تمام. طبعا موجوده منها طبعا باشكال كتير. صح كده. اشكال كتير جدا، في منها حاجات يعني سواري
يعني في منها مدور برضو كده ستراس، وفي منها اشكال كتير جدا، فانا ممكن اجيب منها اللي تمشي معايا كده وكده. لذيذه قوي. انا هبتدي ادخل طرف الطرحه من هنا واطلعه من الناحيه الثانيه. ركزوا بقى عشان خاطر وقبل ما اشدها وهي كده واسعه شويه بروح مدخله فيها الناحيه الثانيه. اسهل من كده مفيش. لا حلوه جدا وسهله جدا وفعلا تمام. في طبعا بنات بتحب تفك الدبوس ده وتخلي الطرحه مفتوحه كده، لذيذه برضو، يبقى هو ده بس هتحتاج تتثبت بدبابيس طبعا. انا هحط دبوس من هنا ومن هنا بس كده. بس حلوه قوي، حلوه قوي جدا. تمام بيه. نفس بقى دي هنخليها طرحه سواري بس دي هنشيل. تنفع لو انا نازله جامعه، نازله شغل، نازله الصبح رايحه اي حته يعني ماشيه معايا في كل الاوقات بالظبط. وطبعا دي في منها اشكال كتير جدا. الوان بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني لو انت مش عارفه، لو واحده مش عارفه تعمل ايه، عارفه الحلقات بتاعه الستاير اللي لونها ذهبي دي برده ممكن نستعملها عادي جدا ونحطها وهتشتغل، مش هتقول لا. حلوه جدا الفكره بامانه، عجبتني انا شخصيا، لازم اجربها. طيب انا ممكن اجي هنا كده هاخد بقى دي اللي دي كده نقول سواري بقى. كل اللي انا هعمله انا بس هدخلها واطلعها تاني، بس الاسترس بيمسك شويه في اكيد هي البنات بقى لما تروح وتدور هتلاقي كمان اشكال وحاجات كتيره ممكن تنوع وتلون حسب ذوقها. عموما ربطات الاشار باللي هي يعني مقفوله على الرقبه من الحاجات الموضه جدا السنه دي، وكمان الحاجات اللي بندخلها من جوه. في ناس كتير بتيجي تعترض تقول يا جماعه ده مش حجاب وكده، فانا ما بحبش ادخل نفسي في الحته دي. فلو انت عايزه تعملي حاجه موضه وبرده عايزه الحجاب بتاعك يبقى تمام وزي الفل، فانا عايزه بقيه المنطقه اللي تحت الرقبه دي تكون متغطيه كويس. تمام. هجيب بقى عندي شال يعني الشال اللي انت عايزاه. حلوه الفكره برده. وهنحطه كده على الكتاف وهينزل معايا يغطي ويبقى الحجاب بتاعي سليم وتمام. ده طبعا كده في من هنا فرو، وممكن في حاجات طبعا هتكون اهدى شويه من غير، فانا هو همشيه لو هو من غير فرو خالص زي كوفيه مثلا تكون كبيره شويه بالظبط، بس هي هتنزل على الجسم هتغطيه كويس جدا وهيبقى الحجاب بتاعي تمام وزي الفل. طبعا من الحاجات برضو اللي طالعه معانا موضه مع الحجاب اللي داخل لجوه ان انا احط شال بالكروس كده، ممكن احط حاجه نفس الاكسسوري اللي انا حاطاه فوق ارد عليها تحت، يا اما هربط حزام برده يرد على نفس الاكسسوري اللي انا حاطاه فوق. حلو قوي برده الستايل ده. دي من اكتر الاشاربات اللي ترند السنه دي. طبعاً. وسهله جدا وما فيهاش اي صعوبه، وزي ما قلت لكم لو مش عارفين تلاقوا دي من عند بتاع الزراير هنجيب ايه بتاعه الستار كده. احنا ممكن نفس اللفه دي من غير من غير خالص دي اللي هي الاستراس دي ممكن. لا اقصد لو بدلناها بالاكسسوار اللي هي مش 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 سواري بقت عاديه، بس نفس طريقه اللفه شغاله معانا. بالظبط كده. بس هو بس الفكره ان انا عشان ما فكيتهاش من الاول دي هنخليها صغيره جدا. تمام. وندخلها من جوه عشان ما تبقاش باينه، واحنا هنخلي طرف واحد بس هو اللي باين، يعني طرف واحد بس هو اللي الطرحه بره والباقي متغطي. طب هل دي ممكن تناسب برضو للعرايس او للسواري لو انا هعمل يعني خطوبه مثلا، فاهمه اقصد ايه؟ مفيش اي مشكله خالص. نوع الماتيريال بتاع الطرحه نفسها. تمام. هوريكي حالا ان احنا ممكن ازاي نخليها سواري. الخامه دي او الماتيريال دي ما تنفعش ان انا الفها على فستان سواري. دي بصي في منها شويه في لمعه، يعني انا هوريكي الثانيه اللي فيها لمعه اهي. تمام. نفس الليكرا بالظبط بس فيها لمعه. تمام. وطبعا هستعمل معاها الاستراس ده. اهو انا هنا بقى هجيبها على الحرف خالص. تمام. يعني هاخد بس الحته دي يا دوبك من هنا اللي هقفل من عندها الدبوس. تمام. هل في الحاله كده في الحاله دي ممكن ابين البندانه ولا يستحسن ولا هي كده كده هتبان؟
لا 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 ولا خالص اجيبها خالص. نفس اللون لا مثلا لا خالص، عشان انا خاطر ممكن اهو ارجعها ورا شويه واقفلها خالص من غير ما البندانه تبان خالص. الموضوع ده بيتوقف على اللبس بتاعي اللي انا هلبسه، وهل انا عايزه اعمل يعني في حاجه من الالوان دي هتعمل ماتش، ولا انا بس البندانه هستعملها للتثبيت. ما انا من الاسئله المهمه برضو اللي عايزه اسالها، اختيار الوان الطرح مع السواريهات وشكل الطرحه ده ايه مقاييسه؟ يعني في بنات بتبقى جايه مثلا تعمل ميك بس اب مبدئيا دي سواريه. هندخلها كده جوه الهاي طيب كول. نركز طيب معاكي وبعدين نكمل السؤال. اوكي اوكي اهي. حلوة جدا. طب انا ممكن طرحة زي دي البسها على دريس عامل ازاي او لونه ايه؟ طيب بصي دي انت هتلاقيها بتضوي كذا لون، يعني هتلاقيها واخده على شامبين، هتلاقيها واخده شويه على نبيتي محمر شويه، هتلاقيها واخده على اوف وايت، واخده سيلفر. تمام كل الدرجات دي هقدر لو فستاني فيه درجه واحده من الدرجات دي البسها هقدر عليه. البسها. حلو ده. تمام الحاجات اللي فيها لمعه دي اقدر البسها مع فستان فيه تطريز وما احطلهاش اي اكسسوري من فوق. تمام يعني مثلا الفستان بيبقى فيه تطريز كتير وانا مش عايزه ارد عليه فوق بحاجات كتير او يبقى الدنيا هاديه معايا شويه، فانا ممكن احط طرحه هي نفسها بتلمع شويه تمام وخلاص، ما احطش اكسسوري او اكتفي بحاجه بسيطه زي اللي هنا كده تمام عشان هي بس طب باينه هل في الخامة هتفرق؟ يعني خامة الطرحة هتفرق مع خامة الدريس؟ يعني هل الدريس مثلا لو لو تول مثلا مثلا التول هتلاقي حاجات شبه كده تول شويه، يعني مثلا الحاجات اللي زي الدانتيل دي في منها متبطن يعني بتول لو هيمشي الدريس تول اكتر. انا لازم الطرحه تبقى تول، ما ينفعش اجيب اروح. ماتيريال اقرب ليه، يعني كل ما كنت قريبه منه هلاقي الموضوع بالنسبه لي عامل ماتش افضل. تمام فهمتك. دي معانا احدث كده، دي احدث لفات في بالظبط. 2021. تمام في حاجه كمان برضو من الحاجات اللي ماشيه معانا موضه جدا الفتره دي ان احنا نلبس حاجات فوق الاشارب، يعني مثلا ده كده كده. احنا اتكلمنا على ده ممكن يتلبس عادي لو لا انا ما انا لفه حتى هلفلك بقى، تركي ما انا هلفلك دلوقتي بقى اللفه بتاعته. ونشوف. بالظبط احنا كنا عايزين لسه نسال عن التربون وايه دنيته معانا، لان انا عن نفسي من عشاق التربون بحبه جدا، فعايزه اعرف بقى مكمل معانا ولا ايه. طيب ادي دي دلوقتي طرحه لونها قريب كده من الدرجه دي. تمام طبعا البندانه دي اساسي معانا. ثابته في كل اللفات. تمام طبعا بنغير لونها بس حسب اللبس اللي احنا يعني لو عايزه هتبان. تبينيها او حاجه. وطبعا يفضل لو انا مثلا هلبس اسود فتبقى تحتها بندانه سودا، تمام هلبس ابيض يبقى تحتها حاجه فاتحه. انا هجيب دي كده على جنب. خلي واحدة قصيرة والتانية طويلة شوية. هي احلى حاجة عجباني في الماتيريال اللي انا شايفة ان هي ثابتة ومش هتبقى متعبة خالص. كل الحاجات يعني كل اغلب مشاكلنا احنا في لفات الطرح هي ان ما هو الخامة انت مجرد ما بتتزحلق هتختاري بتروح ماتيريال ثابته معاكي مع البندانه القطن هتخرجي وطول النهار انت حاسه ان انت مش هت مرتاحه، مش عماله تدخلي كل شويه شعرك من هنا وشعرك من كده مش عارفه تظبطي. دي برضو من الحاجات الموضه جدا جدا لذيذة جدا. قوي قوي قوي. هو الفكره في حاجه ان احنا كمنطقه عربيه بنبقى عايزين ناخد حاجات من الموضه العالميه ونغير فيها بحيث ان هي بالظبط تتناسب مع الموضه الطبيعه بتاعتنا. صح. فالكاب الفرو ده او التريكو من الحاجات الترند جدا، فاحنا عايزين نمشيها معانا. فابتدت البنات بتجرب حاجه ورا حاجه فطلعوا بالستايل ده اللي انا شايفاه لطيف جدا. وبرده في نفس الوقت لو انا لابسه حاجه هاي حلو نيك قوي. فانا رقبتي مش باينه ولا عندي اي مشكله خالص. صح. هو السؤال بقى دوت انا هنزل بيه امتى؟ ولا عادي انا ممكن بالليل انزل كده؟ هو الافضل ان الحاجات اللي شويه كاجوال صح خليها بالصبح، بالنهار. يعني مثلا لو حاجه زي كده اقدر البسها بالليل. تمام تمام بس ممكن بس هنغير اللون ده، اللون ده احنا ممكن عشان بس ننجز عشان دلوقتي شويه الوقت. فاحنا تمام ايه بس يدينا تمسكي. اهو احنا خلاص غطينا اصلا الطرحه اللي احنا حاطينها. عايزه
انزل كده اوكي، لو انا عايزه على البندانه على طول احطه مفيش اي مشكله، يعني برضو الدنيا كلها متغطيه وزي الفل مفيهوش اي حاجه. ولو انا لابساها على الطرحه اغطي بس الطرحه كويس، وبرضو الستايل ده من الحاجات اللي هو الطرحه اللي نازله عادي جدا انها تبقى نازله كده. اوكي تمام. حاجه كمان الترند التالت. طب لو انا ما عندي حاجه زي كده بس هي قطعتين يعني معاها كوفيه، الكوفيه بقى ايه وموقعها من الاول؟ الكوفيه لو انا بقى خلاص مش هبين الطرحه دي مثلا هعتبر دلوقتي ان دي كوفيه. اوكي انا هعتبر ان دي الكوفيه بتاعتها، او اجيب لك حاجه هحاول اشوف لك حاجه قريبه من اللون عشان نبقى حاسين بس ان الدنيا ماشيه مع بعض. طب بصي انا هفترض ان دي ودي لونهم قريب من بعض، وان دي ان ده البري ودي الكوفيه بتاعته. تمام. فانا هحط ده على البندانه اهو على طول من غير اي شرب خالص. طبعا لو انا قرطي كبيره، نيجي بقى هون الحتت الحاجات المهمه. لو انا قرطي كبيره فانا هنزل بالحاجه اللي انا لابساها على قرطي بزياده شويه. تمام. لو انا حواجبي عريضه قوي ما بقربش قوي منها. تمام. يعني لو انا حواجبي عريضه لازم اسيب دي شويه سبيس عشان يدي شويه راحه للاحساس اي حد بيبص لي. تمام. دلوقتي انا ممكن احط الكوفيه بتاعتي كده. تمام. ممكن احط الكوفيه بتاعتي كده، ممكن احط الكوفيه بتاعتي اخدها كده دبل. مستعجلين علينا عشان الوقت للاسف خلص. خلاص كان نفسنا نستفاد اكتر. طيب ادي اخر واحده اهو. تمام حلو كده. هتبقى لازم لابسه تحتيه هاي 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 كول اكيد يعني افضل، يعني بما ان اي واحده محجبه يفضل ان هي ما تبقاش رقبتها باينه وكده، لان احنا المفروض يعني بما اننا بنعمل حاجه للموضه فالمفروض كل العالم يشوف ان المحجبات انيقات وفي نفس الوقت محافظين على حجابهم. تمام. والدنيا معاهم زي الفل. طيب هو سؤال بقى بس انا يعني فاهمه الرؤيه بتاعتك بس مضطر يعني لازم اخد اجابه فيه. موضه ان الشعر يبان من الحجاب وكده دي هل مكمله ولا انت اصلا شايفاها بره الترند؟ انا شايفاها بره الموضوع تماما، بس يعني انا بحكم شغلي مع العرايس لسه مكمل معانا فكره ان العرايس بتبين جزء من شعرها، بس انا كمونه يعني يعني بتحبي العروسه اكتر اللي تيجي تسيب لك نفسها وتقول لك اتعاملي انت يا منى واختاري لفه؟ طبعا طبعا. ولا اللي جايه حاطه في دماغها لفه معينه؟ لا هو انا في اي حال من الاحوال لازم اشوف العروسه نفسها في ايه، يعني ده يومها، فانا لازم ادردش معاها شويه اشوفها هي حابه ايه، ولو اللي هي حباه اوكي مع شويه تعديلات بسيطه عشان يعني انفذ لها اللي هي عايزاه اكيد بحاول اعملها اللي هي عايزاه. تمام. لكن لو مش ماشي معاها خالص بوريه لها برده ووري لها الاحلى. بس في المجمل بتقنعيها يعني ان بالحاجه يقنعها. وطبعا ما شاء الله عليك يعني صفحتك والحاجات الجميله اللي عليها بتقول ان كل الناس بتبقى مبسوطه في شغلك. ربنا يخليك. انتهى وقتنا وكنت مبسوطه جدا معاك يا منى والله ونورتيني بجد بجد. الحلقه كانت جميله ومفيده جدا ليا انا شخصيا. طب الحمد لله. وده بالنسبه لي حاجه. يا رب بقى كل البنات واللي بيتفرجوا علينا يكونوا مبسوطين. لا والله بجد اتبسطت جدا ويا رب تكونوا كلكم انبسطتوا معانا والحلقه تكون كانت مفيده ليكم. هستنى ارائكم وتعليقاتكم على الحلقه على البيدج بتاعت البرنامج. وهستنى اقتراحاتكم برضو للفقرات الحلقات التانية، حابين نتكلم في ايه، حابين الحلقات الجاية تبقى عاملة ازاي. وشكرا وتصبحوا على خير.